السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم جميعا إلى هذه الحصة من برنامج السباق الرئاسي. وفيها نريد أن تكون لدينا قراءة معمقة في مشهد الاستحقاق الرئاسي الأخير، ونطرح فيها أسئلة حول ما يمكن أن يكون ظواهر سياسية جديدة مثل احتلال المبادرات مثلا والكتل السياسية غير التقليدية محل الأحزاب السياسية والأطر المعروفة. أجوبة هذه الأسئلة وتوليداتها سأبحث عنها في حوار الليلة مع ضيفي هذه الحلقة، وهما السيدة لالة مت الشريف وهي رئيسة حزب حراك الشباب من أجل الوطن وهي الوزيرة المعروفة. أهلا بك سيدتي. أيضا الأستاذ الدكتور ناني المامي وهو نائب رئيس جامعة نواكشوط، أهلا بك. طيب معالي الوزيرة، هناك كما سمعت في الإشارة في المقدمة هناك سؤال شرعي وهو يتعلق بغياب الأحزاب الداعمة لمرشح الأغلبية مثلا، دعمت نعم لكنها غابت تقريبا عن المشهد، لم تعمل شيئا يذكر عدا ما رأيناه في حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي عمل حملة موازية لحملة المرشح، عدا ذلك اختفت تقريبا الأحزاب التقليدية وحلت محلها تشكيلات شعبية وغير يعني غير معروفة، وكادت تحتل الحياة السياسية أثناء الحملة التمهيدية والحملة المنهجية المعروفة. ما قولك في ذلك؟ شكرا. أنا شاكر قناة الساحل لهذه الدعوة الكريمة وعلى هذا البرنامج المهم، ومهنا الشعب الموريتاني على هذه الانتخابات اللي انتخابات خاصة، ومهنا كذلك الحمد لله رئيس على انتخاب للشعب الموريتاني نسبة محترمة. بما يتعلق ب السؤال اللي طرحته، الأحزاب السياسية ما يقد دورها تقترع ولا الأحزاب السياسية فعلا خالقة ظاهرة قال لها ظاهرة المبادرات والتيارات، وهذه ظاهرة طبيعية في البلدان الإفريقية اللي خاصة مولي الشعب الموريتاني شعب حديث عهد بديمقراطية حديث عهد بترحال من طبيعتنا البدوية وحب الترحال وعلاقتنا به، إننا نعود عندنا ذوق متعلق بذاك. والأحزاب السياسية دورها ما يقدر يحتلوا المبادرات به، المبادرات دورهم آني و لا عنده ديمومة ولا عنده مثلا آني وتوب ما هو وفردي مملي ولا يتعود تلاحظه، وهذا بعد ما هو نقد للمبادرات، للمبادرة الوحيدة شخصية هي اللي يعود عندها رئيس، وإلى كثرة تعود عندها مكتب من 7 رواقيش والله 8، قال الأشخاص اللي يجوا المبادرة إكس والله ألف يقدوا يجوا المبادرة باء، وهذا ما هو مؤسساتي ولا هو دليل على عمق المبادرة ولا بعدها في أن يقدروا يشتغلوا ولا ما هو ماني معمن المبادرات كاملة إلا للترواج إجراء 4 يقدروا تفهم يخليك شاقل على المستوى الإعلامي إلى غير ذلك، يا غير بعد ما يقدروا أبدا يحتلوا محل به الأحزاب مشروع سياسي طويل أمد عنده رؤية، عنده رؤية استراتيجية إلى غير ذلك. بالنسبة للأحزاب اللي دعمت كل قال المترشحين كلها عنده منهجيته وكلها عنده طريقته اللي اتبع ودعمه، وتختلف هم اللي تموقع الأحزاب وعلى من خلال الانتخابات اللي عاقبة اللي من خلالها تظهر تواجد الأحزاب على في المشهد. و كان مبدأ لأن الحملة لأنها حملة المبدأ اللي انطلقت منه لها الناس اللي داعمة بعد الرئيس اللي احنا دعمناه، لأن كامل يعود حملة مشتركة
الماء ياك ما يخلق تشويش الحمل الكبرى، وذا بعد احنا والحزاب الكيفنا كان ذاك هو المتبع فيه. فهم فعلا استقلالية ناحية انك تناخي بيك يعرفوا من لا انت، يعرفوا من لا منسقيك محليين الجهويين الى غير ذلك. يا غير ملي الحملة العامة اذا كامل يصب فيه على كل مستوى، سواء كانت مستويات مقاطعتية مستويات جهوية ولا مستوى ملي وهكذا. معناها على ما نقدر نقارن دور حزب عنده مشروع سياسي طويل الامد يقدر يفوت قرن يكافح من اجله مع دور مبادره مؤقته يقدر يهدف منها تسليط الضوء على شخصيه معينه على شخصيات معينه لانها دعمت المرشح والله ذاك. وبالنسبه لنا هذه الانتخابات الرئاسيه 2019 انتخابات خاصة وحاسمة، هي اللي البلد لأول مرة يخلق فيه تسليم سلطة من رئيس منهي مأمورياته رئيس آخر منتخب، وهذا فعلا درس لا يتعطيه موريتاني والله أعطاته في المنطقة كاملة. معناها لأنه انتخابات خاصة مهمة، وأنا بعد وشيد بالجو اللي تمت فيه من ناحية التنظيم من ناحية الدقة من ناحية ملي الشفافية به اللي الحمد لله ولله الحمد الآلية اللي وعدت بها وإشراك كل الطيف فيها والمنهج القابضة اللي جنب مستقبل الانتخابات توحي أعلنها انقبض فيها التدابير كاملة إياك تعود تعود شفافة وترضي الجميع. رقم على أن العمل الإنساني كامل يتم الله عنده فيه نواقص يا غير بعد نسبة 99.99 في الاتجاه هي 100 في النهاية بالاتجاه أن القادر يخلق من التدابير وعدل إياك تعود شفافة ونزيه. بارك الله فيك. سأتوجه إلى دكتور كأستاذ جامعي وكباحث متجرد من الولاءات وما إلى ذلك على الأقل في هذه اللحظة، لأنه كل حد عنده الحق يعني. أريد منك تعميقا لهذه الظاهرة التي وصفتها قبل قليل، وهي تقريبا ما يمكن أن يسمى ذوبان أو غياب الأطر التقليدي حتى لا أقول الأحزاب، وحلول مجموعة من التشكيلات الجديدة محلها. وقد لا أتفق مع الوزير أن هناك بعض هذه المبادرات والتيارات التي أعلن أصحابها عن مشاريع وعن برامج وعن نوايا لتشكيل أحزاب وإلى ذلك. أريد منك تعميقا فكريا سياسيا لهذه الظاهرة، ظاهرة احتلال تشكيلات جديدة، يعني خريطة جديدة سياسية جديدة. والله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أنه الساحة السياسية الموريتانية شهدت هذه طفرة في الفاعلين السياسيين واللي أخذوا هذه الصيغة، صيغة الكتل أو التيارات أو المبادرات. وأعتقد بأنه المبادرات كمفهوم وكعمل سياسي التصقت به صفة نوعا ما قدحية، وبالتالي حاول البعض أن يخرج من تلك الصفة من خلال خلق أو إيجاد تسميات أخرى أو بلورة صيغة أخرى للعمل السياسي اللي يريد يقوم به، وهو الكتل أو التيارات السياسية. لكن في الحقيقة من حكم الموقع اللي كنت فيه أنا اطلعت على الكثير من هذه الكتل والتيارات والمبادرات، وأعتقد بأنها ليست كلها ممكن أن تصنف فيها درجات وفيها أنواع يعني أصناف متعددة. حقيقة الهامش المصلحي الضيق حقيقة أنه إذا ما حاولنا نعطيه نسبة ليكون نسبة لا يتجاوز 5 أو 10%. بقية التشكيلات هي تشكيلات في اعتقادي أنها خرجت عن التقليد،
عن الصيغ التقليدية، سواء كانت أحزاب، سواء كانت منظومات اجتماعية، سواء كانت، لأنها تريد إيجاد مكانة على الخارطة السياسية، تحمل هموم معينة، تحمل مطالب معينة ما وجدت حقيقة في الصيغ التقليدية أو في الهياكل التقليدية أنها قادرة على أن تحمل هذه الهموم أو هذه الطلبات، بغض النظر عن 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 صدقية أو من عدمه ما أخذها على الأطر التقليدية، لكن هي مجموعة من الفاعلين السياسيين الذين أرادوا أن يعبروا عن أنفسهم بصيغهم الخاصة. وفي الحقيقة كان فيه نوع من الطرح السياسي المتكامل الناضج عند الكثير منهم، سواء كانت هذه الكتل أخذت طابع مهني وظيفي بين قوسين، على أنه ممكن أن تنبني المبادرة أو التكتل حول نقابات روابط مهنية، نعم، مهندسين، أطباء، عمال إلى آخره، هذا حصل. وبالتالي أصبحت كأنها تحمل هموم هؤلاء، سواء كانوا حتى شباب وعاطلين عن العمل وجدوا بأن الأطر التقليدية لم تلبي مطالبهم، خاصة فهو نوع من الثورة الاجتماعية السياسية على الآليات، على آليات العمل التقليدية اللي كانت قائمة. وفي الحقيقة ربما يكون هذا عائد أيضا إلى شعار طرح في لحظة معينة، وهو أنه الطبقة السياسية يجب أن لا تبقى، نعم، أن يدخلها فاعلون جدد. وبالتالي هذا هيئ لكل شخص راغب أو متطلع إلى العمل السياسي بأنه هو يجد طريقه. وفي الحقيقة أيضا أنه المرشح الرئيس المنتخب يعني أيضا احتضن هذه الأطر بسرعة وانتبه لها بسرعة، وضع لها آلية، وضع لها آلية لتأطيرها ولتنظيمها، وبالتالي أخذت مكانها. وبالتالي فعلا أصبح من يقول بأنه اليوم أو هذه الحملة الأخيرة أنها كانت حملة لهذه الأطر، سواء كانت مبادرات أو كتل أو تيارات، وأن غاف فيها الطيف السياسي أو الآلية السياسية التقليدية، ربما عنده ما يبرر ذلك، لأن المشهد توصيف شرعي، المشهد على الواقع على الساحة السياسية كان كذلك. وبالتالي أعتقد أنه هذا تطور حاصل اليوم على الساحة السياسية الموريتانية. طبعا مبرراته متعددة ممكن أن نخوض فيها في وقتها. نعم. بارك الله فيك سيدة لنا. هو في الحقيقة أنا خايف تعود علاقة الأحزاب التقليدية بالكتل والتيارات الجديدة كعلاقة الإعلام بالإعلام الشعبي من هذه التواصل. الآن التواصل الاجتماعي هو يضايق الإعلام التقليدي من قنوات تلفزيونية وإذاعية، أنتم أيضا مضايقون من هذه التكتل، خاصة أن الكتل التي كانت تدعم مثلا أحد المرشح الغزواني على سبيل المثال ليست فقط من حزب واحد، هي أتت حتى من أحزاب معارضة. تعرفين كتلة التيار يعني راشدون، هذه هي من تواصل، معناه أن هناك انفكاك، هناك تفكك، هناك انفجار في المشهد السياسي التقليدي. وهذا يعني بالضرورة فيما أعتقد أنه يعني تشكل مشهد جديد. أين أنتم من هذا المشهد الجديد؟ هل ستصمدون فعلا أم أنكم ستبحثون عن بدائل أنتم أيضا؟ شوف، بالنسبة لحزب الحراك الشباب من أجل الوطن، هو الحزب اللي نرى علينا يرجع لنا الفضل، أن احنا هم اللي شجعنا طبقة سياسية قالها الشباب. ما في شك، نعم، كانوا مهمشين وكانوا مطحونين وكانوا مقيمين وكانوا معتبرين وقود الحملات السياسية. هم اللي شجعناهم أنهم يدخلوا بقوة ويعودوا فاعلين، لا مفعول به. أنا أعلن على العكس، احنا نرى أعلن المبادرات والعمل مبادرات، نرى على أنها تشويش أعلى على الأحزاب السياسية، وخاصة على النت يتخرص، لأن المبادرات اللي كانت موجودة في المشهد كنت تحسب مبادرة واحدة، والله نتين من حزب تواصل
يكون عضو واضحين وإذا مبرر لهم أنهم يعدلوا كتلة ولا يعدلوا تيار به اللي مشاو من حزب مشاو المرشح يلا يعدلوا تيار يسمي يعود إطار عملهم ما فات عندهم الوقت اللي يعدلوا حزب الوقت ما هم سامح لهم وما غيروا قناعتهم تغيرت إذن لأنهم من الطبيعي أنهم يعدلوا إطار وطبيعي أن كل حزب سياسي مر إحنا كحزب سياسي مرينا بمرحلة تيارات حضانة ثم نشوء مرحلة تحضيرية للمشروع السياسي اللي هو الحزبي في حين لا يتخرص جهد المبادرات الأخرى جاية من الحزب جاية من الحزب الحاكم يعني من نفس العباءة جاية كاملة من نفس من جاية كاملة من الحزب السياسي الحاكم لكن تجبر نفسها أنها خرجت الحزب وعبرت عن نفسها بطريقة إحنا كأحزاب صغيرة إحنا وكالأحزاب صغيرة ما عندنا مشكلة المبادرات به اللي نرى لأن الأطر الموجودة في الأحزاب يمارسوا قناعاتهم خلال أحزابهم ولا عدل المبادرات به اللي هم مبادرات يعدلها حد يختار يعدل يمارس العمل السياسي ما عنده طريقة والله ما عنده إطار لا يعدلوا فيه فهمت والله لا يريد أن يكون رهين حزب يحتاج إلى بالنسبة لنا احنا كأحزاب صغيرة والله كأحزاب قضية المبادرات وطرنا ما يعني حزب الحراك ما عدد سالكين من المبادرات ما أعلننا ما تشوش علينا زين طيب ما تشوش علينا فعلا التشويش على المشهد بصفة عامة به اللي لماذا نعدل المبادرة نعدل عمل سياسي أنا عندي حزب أنا عندي حزب وكلهم عنده حزب إلا هذا الحزب بات لم لبي تطلعات يخرص حزب آخر ولا عدل حزب ناهيك عن فم فعلا أنا بالنسبة لي فم تيارات مهنية هاي تيارات يلا تعدل عملها في إطار حزابها التيار يعود ينتمي الحزب ده طبيعي الحزاب كل حزب سياسي عنده حاضنات نقابية مهنية هكذا اللي تنوع من أجل احتواء الكل حتى أنه عنده روابط شبابية مدرسية مستوى معين جامعي لا غير ذلك معنى أعلن قضية أن هنا والحزاب الصغيرة لك القضية ما ينفقل علينا لا ترى حرج أن تسمي حزبا صغيرة واقعية جميلة ما ينفقل علينا خلينا نشوف وركاتي رأي للدكتور هو في الحقيقة أنا اللي مخوفني على الأحزاب التقليدية مسألتين المسألة الأولى هو حزب بعد الحراك الشبابي ما مخالد الحمد لله بس ما هو أدواته ما هي تقليدية وفعلا وقت من الأوقات لم يكن تقليديا وهذه هي مشكلة الحياة أنها متطورة وأنه ما هو جديد وإبداع هو تقليدي غدا وهذه سنة معروفة عموما قلت أنني مخوف من الأحزاب ولا أسحب التقليدية خشيتان الأولى هي أنه هناك انفجار في الساحة السياسية هذا الانفجار يتجاوز كل الأطر وكأن هناك تشكل جديد رغما عنا ما في ذلك رجعة هذا أولا ثانيا أنه بعض هذه الأحزاب حتى لا أعمم يوصف بأنه بلا عقيدة وأنه بلا منهج وأنه بلا مشروع مجتمعي بالتالي أنا أخاف عليها ما قالوا كيف ذلك لا بالتأكيد نحن الأحزاب السياسية في موريتانيا عندها مشكلات متعددة تعاني مشكلات متعددة طبعا ما بطلع حديثك إحنا المهم عندنا الآن المآلات يعني المشهد القادم ونريد أن نقرأ له نعم يعني نحن لماذا هؤلاء ما وجدوا أنفسهم في الأحزاب السياسية القائمة ونحن لحد شهرين أو أربعة أشهر كان عندنا ما يفوق 100 حزب 106 أحزاب تقريبا إذن لماذا لم يجد كل هؤلاء أنفسهم في أحد هذه الأحزاب أو في مجموعة من هذه الأحزاب لأن هناك مشكلة لأن هناك خلل في العمل السياسي الحزبي عندنا في موريتانيا وشخصيا أصف دائما الأحزاب السياسية بأنها أحزاب تخلق أو تنشأ مشوهة تولد مشوهة وهذا التشوه عائد بجانب كبير منه إلى المنظومة القانونية المؤطرة للأحزاب لأنها تساعد على أو تسهل هذا التشوه الخلق إما أن يكون حزب سياسي تشكل وهو مجموعة صغيرة لا يعبر عن رأي وطني شامل وبالتالي له أفكار وله حلول لمشكلات وله قواعد شعبية منتشرة في كل البلاد وإما أن
يلي ينشأ أو يولد وهو حزب متغول وبالتالي كل الناس هي فيه. حزب حكومي مثلا تقصد؟ على سبيل المثال. إذن الحالتين هي حالات غير صحيحة. والمبرر لذلك هو من ناحية الأساسية هو النظام القانوني للأحزاب. وبالتالي عندما ينتمي أو ينتسب الشخص إلى هذا الحزب سيجد بأنه ما يوجد مشروع، ما توجد آليات لضبط عمل الحزب السياسي، وبالتالي في لحظة معينة لا يجد نفسه. إذا كانت هناك طموحات لهؤلاء في التعيين، في تحسين وضعياتهم، في تحقيق مطالبهم، نجد أن قادة الحزب أو المتموقعين في هذا الحزب ستحتكر هذا 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 هذا, هذا العمل، وبالتالي يصبح هو مفروض عليه أن يقدم نفسه بالصيغ المختلفة، يقول لعل وعسى أن نكون سنجد طريق أفضل. لأن نحن اليوم شهدنا ووصلنا إلى قناعة في البلاد بأنه هذا الكم الهائل من الأحزاب هو غير ضروري وغير مفيد. أيضا هل هذا الكم الهائل، لأن نحن كنا في هيكل تنظيمي للحملة حسبنا ما يزيد على 400 مبادرة وتكتل سياسي، قال 11,000. لا لا ما على الأقل هذا بعد المسجل يعني فهو في حدود 400 يزيد قليلا. إذن هذا العدد الهائل من 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 صحيح أنه السبب في النهاية هناك مشتركات. إحنا عندما ننظر إلى برامجهم إلى لا تختلف كثيرا عن البرامج اللي موضوعة من الأحزاب، لأن الأحزاب السياسية كلها هي نسخ الطبقة عن بعضها. نعم. وبالتالي إلينا استثناء الطابع الخاص بالمبادرة إذا كانت من مثقفين، من مهندسين، حتى في بعض الأحيان من أسر. يعني فنجد أن هذه البرامج هي متطابقة نسبيا. فإذا المشكلة هي في الآليات ليست في المطالب. وبالتالي أنا أعتقد بأنه مستقبلا يجب أن ينظر أو أن تجد هذا الحراك، يجب أن يجد حاضنة إطار مختلف ليحل مشاكله ويجد فيه نفسه. نعم أحسنت والله التوصيف. وزيرة نحن ما مجاحدين شيء، لأن ما نتبادلين المجاملات. هو الأحزاب معروف على أنها فيها عيب، وليست الأحزاب كلها طبعا، حتى أن بعضهم يصف أنه هناك تركة ثقيلة، هي أن الأحزاب كانت تتشكل لأغراض شخصية، حتى أن بعضهم يصف الأحزاب بأنها أحزاب الحقائب، أحزاب كراطيب، وكأنه يعني هدف شخصي آني، واحد يبغي يحضر بموطئ قدم بالمشهد السياسي، ولكن ما عنده عقيدة سياسية، ما عنده أهداف كبرى، ما عنده مشروع مجتمعي يبشر به ويريد أن يحققه ويصل إلى السلطة لتنفيذه. هذه تركة ثقيلة تدو سالكين منها، لأنكم حزب شبابي، ونعرف الظروف اللي تم فيها إنشاء الحزب، وهي ظروف موضوعية جدا، وما في شك أن دارتو دلا قدمت الكثير من الخدمة، ولكن اتفقنا أو اختلفنا حول التوصيف في المسألة. الآن أريد أن أعرف منك تقييمك أو قراءتك، توقعك للأفق القريب ما لا وراءه بالنسبة لكم كأحزاب. هل أنتم فعلا متأكدون من قدرتكم على المشاركة في المشهد القادم، الذي قطعا ما في شك أنه ليس هو المشهد اللي كان عندنا؟ هذا ما في شك. هل أنتم قادرون مستعدون وأنتم أيضا المكان والمكانة للمشاركة في رسم هذا المشهد القادم الأفق القريب موريتانيا الجديدة، وهي جديدة طبعا على كل حال؟ نعم. أنا بالنسبة لي أكبر مشكلة يعانوا الأحزاب هي والله تحدي بالنسبة لهم، مشكلة التأسيس. تأسيس. أيوة. على أن ذيك المشكلة دكتور الأحزاب اللي مازالت ما في قيد التأسيس قد يطرح له مشكلة. غير الأحزاب اللي فات تأسست وفات شاركت في انتخابات والله نتين تعتبر على أن ذيك المرحلة ذيك والله ذيك العقبة التحدي تخطاته. عادت أي مرحلة جاية لا تستفاد من تجربتها وتحسن من أدائها. معناها لا نرى
لا أنا ماني 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 خايف من المستقبل القريب. ماني حاسة على العكس، مستقبل القريب يقعد مبشر 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 به، اللي احنا انتخبنا رئيس عاطي عناية كبيرة للجانب المؤسساتي، ترسيخ الديمقراطية ودعمها، وده مهم الأحزاب مهم الأحزاب حتى ترسيخ الديمقراطية ودعمها ودعم المؤسسات، أحزاب مؤسسات نختاروا المواطن الموريتاني ينظر لهم ينظر لهم كمؤسسات. كنت تقولوا غرك حزب أحزاب أحزاب شخصية ولا أحزاب كراطيبل، عجيب عندي تقولوا أحزاب كراطيبل وفي نفس الوقت مهمين عندكم مبادرات. أحزاب كراطيبل يقولوا ده لا حزب عنده برنامج مجتمعي غير ملاه ما فات قد يقنع الشعب الموريتاني إنه يتبناه والله إنه يواكبه. هو ملي الأحزاب مؤسسات تسيرهم وارد، يحتاجوا موارد، يحتاجوا طاقم بشري، ولا قد يفوت قرن ما اسمع له حد ولا استجاب له حد، هذا ما يجعل انه ييأس. على اعلن بالنسبة لي ما في حزب كبير ولا في حزب صغير. الحزب الاساسي فيه المهم فيه مشروع، نعم، برنامج المجتمعي. اليوم اللي قلت الناس ما تتلقفوا لو مهم عنده ما فات وعاد، والله مو مهم عنده والله ما هي ما ما, ما فات لاحظت جدارته والله أهميته الصبح ود مهم لا يحل يقد هو يقنع الناس به مثلا من عجزه هو مرحلة معينة والله ما قلت مواكبة له الناس والله ما قلت وعي والله إلى غير ذلك، تود الناس اللي يجد الناس اللي مستمع له ومواكبته ومهم عنده. أنا أعلم إنه الأحزاب برامجها مجتمعية بعض الأحزاب تطلب الصبر عليها، صبر عليها من القيمين عليها واصبر عليها من المواطن واصبر عليها من كنتم لا 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 ما لك عندنا تقبل لكن يلا تقبل منها تصبرين منها نعم وظاهرة بعد المبادرات. على كل حال احنا احنا بالنسبة لنا نرى لأنها شبه رقم لأن الأحزاب الصغيرة ما هي نأكد لك لأن الأحزاب الصغيرة يتخرصوا المبادرات اللي عندكم جهد من شيء من شيء من عندهم حاضن حاضنتين حاضنة كانوا في حزب معارض ودعموا الرئيس الأغلبية دعموا الأغلبية وعد فرابي ما عدلوا حاضنة يجابلوا فيها نعم. والله هم اللي من الحزب الحاكم يهدي الحزب الحاكم كبير جدا ما شاء الله تبارك الله أهله كلها يختير يشور إلى رأسه كما قال الرئيس معناها لن هو الإنسان العادي لا يستطيع أن يفهم بلغة طه حسين، لا نستطيع أن نفهم أن تكون هناك مبادرة من داخل حزب مستقلة عنه، هذا لا يمكن فهمه بسرعة. لا هناك مبادرات هناك فعلا ربما الطابع الأدبيات الحزبية والسنة الغالبة هو فعلا هي من الحزب الحاكم، لكن أيضا من فيها من غير أحزاب. وحتى قاع أنهم من ميزاتهم والله من ما يفتخروا به أنهم هو متعددي كشكول يعني كشكول مجموعة أكثر هو عنده مصلحة ماشي فيها واضحة. أنا تعليقا على الرئيسة نحن الأحزاب السياسية هي فعلا تنشأ حول الأفكار وحول فكرة ويلا تتعود تعبر عن رأي سياسي، وهذا الرأي السياسي اللي يضمن له الانتشار واللي يضمن له قبول الناس هو أن يكون جامع. لا يجب أن يكون لفئة صغيرة. اليوم نحن عندنا 100 حزب سياسي، خلينا قاع إلا موريتانيا فيها 30 حزب سياسي، موريتانيا كم منها مخاطب سياسيا؟ نعم. من ترى كان 30 رأي سياسي في مليون من البشر أو في مليون في أقل 4 ملايين مثلا أقل من مليون من المخاطبين. نعم المخاطبين ناخبين يعني معناه أنه قليل يعني ياسر من الآراء مليون و 500 ناخب اللي يعني. لا يعكس حقيقة قناعات الناس ومصالح الناس هذا هو الإشكال، وهو اللي مفروض أنه السياسيين اليوم هنا أنهم يعالجوه ولا يستغفلوا. يعني نحن أعتقد أنه
إلغاء أو رفض الاستقلالية ترشح الاستقلالية، أعتقد أنه جاء نتيجة لضغط الأحزاب السياسية. نعم نعم. عندما نأخذ هؤلاء المستقلين وكلهم نعطوه حزب معناها أن كونتر، معناها أن التفينا على الهدف الرئيسي أنه نحن كنا نريد أن نحصر عدد الأحزاب السياسية حتى نعطيه الفاعلية، حتى نعطيه، وبالتالي نشركه إشراك حقيقي. 100 حزب 500 ياسر يعني أكثر، وبالتالي ميع العمل السياسي. وأعتقد أن هذا تميع العمل السياسي من نتائجه ومن آثاره هو هذا التعدد. نعم. في المبادرات، أنه ما عاد الأجهزة الحزبية أو الآليات العمل السياسي ما عادت تلبي الرغبة لأنها ميعت، ولأن الناس ما تات تستجيب لها بشكل بشكل طبيعي، وبالتالي جاءت المبادرات والتيارات السياسية. إياك تعود تقبض الأمور بيدها. نعم. كيف نعم. كيف ما يقول. وأنا أعتقد أنه الأحزاب السياسية مدعوة الآن، وخاصة نحن فعلا وليس غدا لا أنه الرأي كما قالت الرئيسة، أنه فعلا الرئيس المنتخب عنده برنامج طموح في الجانب السياسي، أنه سيعمل على ترشيد العمل السياسي، ترشيد السياسي، هناك مجلس للحوار السياسي فعلا، يعني اللي يقبل فيه دور السياسي والعمل السياسي أساسا أداة هو الأحزاب، وبالتالي يارت الأحزاب يأخذ تدري مستوى اللحظة. نعم. إياك يقدروا يتجاوزوا حقيقة الخلل اللي موجود، ويقدروا يستجيبوا. نعم. على ذكر المشكلات معالي الوزيرة، هو في الحقيقة الأمور بسيطة واضحة. المجتمع يطرح 3 مشاكل: المشكل السياسي، والمشكل الاقتصادي، والمشكل الاجتماعي. وتعرف كم هو حاد فعلا التجاذب في البعد الاجتماعي والتجاذب السياسي، وكذلك الحاجة إلى رؤية واضحة وقوية ومثابرة في البعد الاقتصادي. ما رأينا هذه المشكلات الثلاث، القارئ البسيط كيف يعني ما وجد لها حلولا في سياسة في عقائد الأحزاب عنده، ما في مقاربات واضحة متداولة قدمها حزبه كذا للحلول المشكلات السياسية والمشكلة الاقتصادية والمشكلة الاجتماعي. هناك حاجة إلى وعي اجتماعي يعني يقدر المشكلات ويرتبها ويجد لها حلولا، هذا هو المطلوب من الأحزاب ومطلوب من كل التشكيلات. شفتوا الأحزاب السياسية برامجها، أنا ماني فاهمة حزب أي حزب سياسي برامجه، أعتقد لأنه يعني يشارك في انتخابات وتشوف مستوى تموقع ذيك الانتخابات. أيوة. لا يتلاحظ منه ذاك هو المستوى اللي قد تخرص من خلاله مدى تلقف الناس البرنامج من غيره. هذه واحدة بالنسبة لي. خالق رواية لابد أن نعلق عليها، قالها الرئيس. نعم. المشهد السياسي اللي في الحقيقة رابكو هو مرتبك اللي رابكو معهم الأحزاب، ما هو يالله ما خلاه رابكو جزء من الحل، رابكو لأن مبادرات عاد الضرة المبادرة للحزب، هي اللي رابك هي اللي رابك المشهد بصفة عامة الآن حالا، هي اللي احنا كانت عندنا، احنا كنا كنتوا انا بعد ما رايي، انا ما رايي حل دي الاحزاب اللي خلقت هذيك 100 وزايده من الاحزاب اللي انحلت، ورجعت الى 29 حزب تقريبا، رجعت الى 30 حزب، والله 29 حزب. نعم. رايي انا كان ضد انها تنحل، بالنسبه لحل اخر تكتلات الى غيره، تخلى وتوف هو مدى وخلى له رايه مكسب فاتح، احنا شبه فينا نخلو مدى عنده راي وعنده برنامج عن العمل سري، والله العمل ما هو منظم، المبادرات والتيارات عاد تمشي عاد مبادرات قبليه وجهويه، الى احنا 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 اسريه وشخصانيه الى غير ذلك. انا ارى صح لان كثره المبادرات وكثره هذه المسائل اللي ناتج عن حل ذيك الاحزاب غياب مظلات كانت قائمه بيلي ذل الكم اللي كيفه كان تخلق مبادرات، كان مو بذل الكم اللي كيفه 400 هذه اللي قال الدكتور، احنا قال كانت عندنا 4000
أنا بعد قريت عنها ألف ألف، لكن محكمين محكمين كلام الدكتور عنها. أنا محكمين كلامه. نعم. عاد في الحقيقة ظاهرة غريبة. ظاهرة ظاهرة تدل على قلة على العكس، قلة استهزاء بالمواطن والله، استهزاء الإنسان الموريتاني بالمشهد بالمشهد استسهال. ظاهرة في الحقيقة ما هي كل من هب ودب يمكن أن يقوم ب. إحنا ما نقدر نحله 100 حزب كلها كان حامل رأي وعنده برنامج مجتمعي قد يعود اليوم والله الصف ما بات قنع الناس والله ما بات عاد عنده تموقع يقر إحنا نخرصوا في تجارب فعلا. احنا الشعب الموريتاني اللي هلت ملايين ولا 4 ملايين، احنا السنغال اللي احنا فيها 100 زايدة، تونس فيها 100 زايدة حزب، يعني حسب والحزب يلا يعود حسب حضوره حسب عدد سكان البلد. اي نعم. لنرجعوا ان نحن كما قلت لكم احنا مجتمع بدوي مجتمع مالي سياسي بامتياز، الأسرة الوحيدة تجبر فيها 3 قناعات 4 قناعات كلها عنده قناعات مبادرات حزب تجبر الحزب الواحد الأسرة الوحيدة فيها 4 أحزاب. نحن حزب احنا مجتمع سياسي بامتياز، أنا أعلن أنا ما نستكثر علينا 100 حزب في حين أن أحزاب ما يمكن لما الناس شيء. المقاربة واضحة، أنت مع بقاء الأحزاب بقاء كما الأحزاب كانت وانتظار منها شيء انتظار جديد انتظار منها الصح في خلق التنافس، عملية إصلاح عملية إصلاح عملية هيكلة. لماذا ما تدفع تكتلات؟ ايه بلي احنا نتذكر ان الانتخابات 2014 جربنا كان عندنا برنامج سنة نعدله ندخل انتخابات في تكتلات ما تخسر شيء لباس. علاش ها؟ علاش ايه تكتلات؟ علاش لماذا تكتلات؟ ما الهدف من هذا؟ من اجل المحافظة، محافظة للبقاء لأحدين من اصحابنا نختاروا رأيهم اللي عاد ما عندهم فينا من اجل تكاملنا فينا، واحدين عندهم امكانيات، واحدين عندهم 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 كم بشري، واحدين عندهم اطر، واحدين وهكذا. معنى اعلن اشبه النبعي تنوع والله تعدد هي مع بقاء الاحزاب وحل الواجهات السياسيه والاطر مشكلة التمويل والتأطير في وقت الاطر السياسيه تعدد الاطر السياسيه عن العمل السري. العمل السياسي الدكتور يبدو انه عنده مقاربه مختلفه شوي مساحه شوي عنها. انا قاعد جاي ضارك من جو المبادرات تصحى يلا تقول دعم القيد انا بدي المبادرات. انا كنت مختار دكتور لان اختار نقدم شوي شور مباينه حواريه اخرى، وهي انه في الحاله هذه انت كباحث بعد نجاح محمد بن شهر القزواني وعلى الأسس القائمة الآن اللي قائمة على المبادرات والتشكيلات، قراءتك الأفق القريب ماذا سيكون عليه الحال؟ كيف سيتشكل المشهد الجديد؟ هذا هو سؤالي. أنا المبادرة اللي اخترت أن تقدم شرح. أنا أعتقد أنه هذه المبادرات والتكتلات ربما تكون نواة لإطار سياسي جديد يمكن أن ينشأ في المرحلة القادمة، خصوصا وأنه الحزب الحاكم لبير يعني الآن هو في موت سرير يعني حقيقة، حتى أن الرئيس تحدث عنه ذلك الحديث المعروف أنه عندما سئل هل سيصير إلى رئاسة الحزب استهجن تقريبا حضور الحزب ووجوده. لأن حقيقة الحزب أعلن عن موته في مؤتمره، يعني عندما نحن كباحثين و مؤرخين دارسين علوم سياسية و يعني أعتقد أنه عندما يأتي المؤتمر يأتي المؤتمرون إلى قاعة المؤتمر ليس هناك أي معضلة، ليس هناك أي مشكلة، ليس كل ولا يصعد فيه رئاسة ولا نصوص ولا تغير نصوص، لا يقوم المؤتمرون بالدور المنوط بهم بالمكلفون به تصعيد رئيس ومراجعة النصوص، وإنما تأتي لجنة مؤقتة تنتخب أو تختار، فهذا إعلان، يعني إعلان لموت الحزب موت لبير في اعتقادي، وبالتالي سيكون هناك بديل. فراغ نحن الآن في حالة فراغ على الأقل في إطار ذلك قالوا حزب السلطة أو الحزب الحاكم أو
سمي ما تشاء. وبالتالي أعتقد أنه ربما هذه ستكون نواة. لكن موضوع حديثك هي ليست على ساق واحد ولا على قلب واحد ولا مستقيات عديدة. لا أنا أعتقد أنه المشتركات قوية. نعم وهناك رؤى كبيرة يعني الناس عندهم برنامج يجيب لك متفصيل يعني مشروع متكامل. نعم هناك الكثير مما يمكن صحيح أنه نحن نتكلم عن المقاربة اللي كانت سائدة في المبادرات. المبادرات هي طموح شخصي ينفع بشخص أو اثنين من أجل الاستحواذ على مزايا معينة قد تكون شخصية حتى. قلت أن هذا الاتجاه هو الآن في هذه الحملة أو على الأقل من اطلاعنا كان ضيق ولم يجد الفرصة في مواجهة مبادرات جادة حقيقية عندها رؤية واضحة لما تريد. وبالتالي أعتقد أن هذا سيسهل على من يرغب في تأسيس لإطار سياسي أو لحوار سياسي بين هذه التشكيلات بأنه يجد أرضية خصبة. هناك ناس عندهم رأي عندهم اهتمام بالمجال السياسي جاهزون حقيقة. طيب بالنسبة لوجود أحزاب قبل ذلك هذه الأحزاب القبلية إن صح التعبير أين سيكون موقعها؟ يعني أردنا أن نقرأ هذه المبادرات على أنها مشهد جديد. الأحزاب السياسية يعني تقليديا كانت موجودة وقائمة وعليها أن تنافس عليها أن تتجاوز هناتها أن تتجاوز أخطائها ونواقصها ومشكلاتها. وأعتقد على عكس الرئيسة بأنه من أهم بالنسبة لعوائق العمل الحزبي في موريتانيا هو هذه التعددية الفجة يعني اللي ما عندها أي مبرر غير مؤسسة. العمل السياسي يحتاج أدوات يحتاج مؤرخ أدوات تبدأ من البشر وتمر على الفضة المادة. لأن العمل السياسي لا يمكن يا رئيس حزب لا يمكن أن تقوم بالعمل السياسي أن تكون فإذا لا يمكن أنا اليوم أقعد في بيتي وأتصور أعضاء مخطط جميل لموريتانيا الصبح غير لوازم هذا المخطط هذه الفكرة لوازمها مستلزماتها أنا لا أترك لها شيء إلا ورقة أعطيها لوزير الداخلية. هذا أعتقد أنه ما يخدم العمل السياسي. من الأفضل أن تقوم بمجموعة واعية قادرة عندها الإمكانيات. صحيح أنه لا يمكن اختزالها في رأي أو رأيين أو حزب أو حزبين أو ثلاثة في اللحظة الحالية لكن مجموعة مقبولة معقولة عندها منطق. احنا ما نقدر نقول الإسلاميين وهاوتو الشيوعيين عند حزب واحد والله نقول الليبراليين هذا تنوع طبيعي ما هو النار يا خير لين تعود فماتي أحزاب هي تجي تستنسخ البرنامج وتستنسخ النسخ وتجي تقدمه أهلنا هذا لا شك أن الوزير سيكون عنده تعليق على هذا الطرح الأخير لأنه فعلا قراءة الواقع الأحزاب ما في شك بدءا من تأسسها وانتهاء بالمشكلات التي تقع فيها والهنات الكثيرة اللي وأحيانا الغياب عن الساحة. شفتوا أنا في الحقيقة مع كامل الاحترام للرئيس أنا ما عرفت كانوا مذمن هو مرة يقول أن هذه مبادرات لا تؤذ إطار إحنا مقابل لأن تكون تشكل إطار إحنا كانت 100 حزب عاد 30 حزب 29 حزب قامت عندنا 400 مبادرة من التقييم لهم الرئيس قال أنه كيشي مشاريع أحزاب 400 مبادرة إحنا حلفنا 70 حزب لا يجينا على الأقل إلا 100 حزب أخرى هذا بالنسبة لي أنا رجعوا النفس لكن هو الخطأ يرى الرئيس على مشتركات يمكن يرى الرئيس أنه ما يرى الرئيس أنه ما خطأ أنا بالنسبة لي يعني هي هذه المبادرات الأربعين هي مشتركة في خط عام اللي هو هذا الخط اللي اتفقت عليه اللي هو خط رئيس الجمهورية هي داعمة لرئيس منتخب معناها أنها هناك كثير تلتف حول البرنامج وهو السياسي فيما بينه وبالتالي هي لم تتشهي هي ليست قوة سياسية معناها لأن في نظركم هي ناتجة عن جاية من حزب واحد جاية من حزب الدولي كاملة ليست كاملة لا أثرتها قد يكون ذلك لكن 99% لكن هو الترتيب اللي ترتيب تفضل به الرئيس
هو لان الحزب تفكك، وبالتالي ما عاد عنده شرعيه انه يحتفظ بهذا الانتماء. هو تفكك تفككا عمليا في مؤتمر عام. انا رايي، وبالتالي اسمح لي، وبالتالي هو الان امام رايي الخاص. نحن الان سمحت لي مبين فقط سؤالي، كان الرئيس يقول نحن امام مجموعه من الكيانات تسبح في فضاء موحد، هو ما يسمى بالتيار الداعم لرئيس منتخب. بالتالي الرئيس المنتخب قد يشكل حزبا غدا، وهذا يكون وقود هذا الحزب هذه المبادرة على سبيل المثال. صالح، احنا التشكيل احنا نختاره بعيد احنا كأعزاب هذه المبادرات اخوة جديد هذه المبادرات والله اخوة جديد هذه المبادرات تنتظم في عمل في احزاب سياسية. لا، هي المبادرات قانونية، ما قلت تعدل العمل السياسي طبعا. نعم، لان ما هي عملها آني. هي بدت فيه الوزيرة آني. هي عملها آني. نعم، هي ما هي مشرعة قانونية إلا جو الحملة، هي أدوات حملة. غير هاي الأدوات قلنا أنها تجاوزت البحث عن المصالح الشخصية وشر الهم العام. نعم، وبالتالي أصبحت تطرح مشاريع أحزاب، أفكار سياسية، أصبحت عندها مشاريع أحزاب. إذن قادرين أن نبني عليها، خاصة المرشح يعني الفائز الرئيس محمد بن الشيخ القزواني، هو قال إن البرنامج الذي كتبه بيدي أو سيكتبه بيدي بداية الحملة، وأنه سيأخذه من داعميه، وبالتالي وكأن البرامج عند هذه الدعامات ونفس البرنامج اللي يبشر به الرئيس ويريد أن ينفذه على أرض الواقع. سؤال الآن، سؤال. هو الآن توافقين على أهمية وصلاحية هذه المبادرات لأن تكون تيارا جديدا ملتفا حول رئيس المنتخب؟ لا مانع، وأنت يا مرحبا بي. لا مانع. أي مشروع حزب يبدأ بتيار ويبدأ بمجموعة من الأشخاص عنده فكرة برنامج مجتمعي لتعدل المبادرة، لتعدل التيار، تفوت زمن، ترد فيه التقمة، وهذا طبيعي وعادي، خاصة لأن ذي يشجع فكرتي والله يأكدها على قضية حل ذيك الأحزاب اللي جاء قطعا في إطار حوار. نعم، بالنسبة لي ذاك ما كان وارد. هذه فكرة واضحة جدا، وأراعلن قضية مولي. احنا الحوارات اللي قد شهد البلد كامل، الحوارات نرى لأنها أداة لتحسين عملنا السياسي وديمقراطيتنا. من أهم شيء من القرارات المهمة اللي قد انقبض في الحوار هو منع العمل خارج الأحزاب الاستقلالية ترشحات لين تعود، وكذلك الترحال السياسي لين يعود حزب سياسي، لأنه الواحد يفقد منطو حزب سياسي. تعرفوا الآن العمل السياسي ذاك اللي يحتاج من الوقت ومن الأطر ومن الإمكانيات لين يعود في حملة سياسية لا يشرع معناه الأحزاب. قال الأحزاب موتي ما عندك. هذا مفصل واضح، مفصل واضح. نريد الآن أن نتيح فرصة دقيقتين لقراءة سريعة للأفق القريب، موريتانيا خلال عام عامين، المشهد السياسي في موريتانيا في هذا الأفق. أنا أعتقد أن أكيد يدور يحصل قدر من التحسين على المنظومة السياسية في البلد، على المؤسسات السياسية في البلد بشكل عام، إذا ما كنا نتجه باتجاه الديمقراطية فعلا. أنا أعتقد بأن الآن اللحظة الفارقة بين زمنين. اليوم نحن في هذه الخطوة اللي هي تبادل سلمي على السلطة على رأس الهرم، بالتأكيد أننا قادرين على أن الصح وما دون ذلك. ومن أهم تصحيح ذاك أنه العودة إلى منظومة القانونية المؤسسة لهذا، ومحاولة تصحيحها، محاولة رفع أولاً رفع تلك الاختلالات اللي في بعض الأحيان تكون مقصودة. المشرع بعض الأحيان تمييع مثلاً، المشرع بعض الأحيان يكون قاصد أن يضع ذيك بذور. وبالتالي لا أعتقد أننا الآن حسمنا قرارنا باتجاه الديمقراطية. نحن كنا مترددين
مترددين، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك تطور على الساحة السياسية المدى القريب، سينال الأحزاب، سينال المؤسسات البلد، حتى عمق وجوهر النظام السياسي حسب ما قال المترشح رئيس المنتخب. نعم رئيس المنتخب أنه هو متجه إلى أنه يعطي لكل مؤسسة دستورية صلاحياتها كاملة، وبالتالي راح يفعل دور البرلمان بحيث أنه يمارس الرقابة الصحيحة والفعلية على الحكومة، وهذا حقيقة ملامسة أو وصول إلى جوهر الاختلالات في النظام. وبالتالي ما دون ذلك من المؤسسات سيكون بالأحرى سيكون. معالي الوزيرة، قراءتك الأفق القريب، مقاربة سريعة. أنا بالنسبة للأفق القريب من خلال برنامج الرئيس اللي تم اتخاذه، لأن هي اللي في فقرة أساسية في بناء دولة القانون، لأن لا هي يدعم الأحزاب السياسية ولا هي يدعم وجوده ويدعم آلية ممارسة الممارسة السياسية، وفعلا برفات وبرهنوا عليها الفاعلين السياسيين من خلال الانتخابات اللي كنا واخذين منها به لمرحلة ودرس كبير نعطوه في المنطقة كاملة اللي احنا فيها دوليا ما هلا في منطقة في افريقيا. وبالنسبة لي بوصفي هذه نعتبر انها سانحة، بالنسبة لي بوصفي رأس حزب الشبابي، الخير كله في الشباب، الشر كله في الشباب، لأن الخير كله في الشباب يعني تستخرج مكان منها مكان قوته وأداءه. وهذا فعلا رئيس المنتخب برنامجه حافل بحافل بالوعود بالوعود اللي إذا نعرفه، لأنه حسب معرفة النبي ويعرف يعرف ما للوعد وما للعهد من معنى. نعم يفي دور يفي قطع نبوءه. نعم أنا لأن حافل بذيك الوعود، سواء كانت متعلقة بالتشغيل الشباب بأصنافه، منه حامل شهادة، منه غير ما للأسف ما قد يتابع المستويات كاملة. نعم والشر كله في الشباب، لأن هم اللي داعي الشباب من ذا المنبر وخاطب الشباب، لأن قضية استخدامه كوقود ذيك القضية يا الله ينساه، وذاك الدهر يا الله يعود، ولا مين اللي عنده أحزاب سياسية، عنده مبادرات، عنده تيارات، يعدل فيها رأيه، عنده برنامج كبير وبطاقة كبيرة ما يلا يضيع يستخدم فيه ولا يضيع يستغل، لا يلا يعود يستغل الأغراض الشخصية، قد تكون هدامة أحيانا وقد تعود خارجة عن عاداتنا وقد خارجة حدودنا. نعم معناها أنه أبارك له، أبارك للشباب هذا العهد الجديد، هذا العهد الجديد، عهد التشغيل، وعهد إن شاء الله تعالى تحقيقه، يعني وضع كل امور في نصابها، وبناء دولة القانون اللي احنا بعد مهمه عندنا، تكريس الديمقراطيه ما شاء الله، وتقويه الاطر السياسيه بالتوفيق ان شاء الله. اذا اشكرك شكرا جزيلا معالي الوزيره السيده لالا الشريف، رئيسه حزب حراك الشباب من اجل الوطن، وشكرا لاستاذي الدكتور ناني المامي نائب رئيس جامعه نواكشوط، وشكرا لمشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.